أهلا بكم من جديد. مع موسم السفر الصيفي أصبحت أسعار تذاكر السفر أغلى مما يمكن احتماله بالنسبة للمسافرين، حتى الاقتصادي منها زاد عن الحدود المعروفة في كل موسم. شركة ويز إير الرائدة في الطيران الاقتصادي ترى أن الأمر يتعلق بعدد الرحلات، حيث أكدت أن الأسعار ستنخفض بما يزيد عن ربع مستوياتها الحالية بمجرد زيادة الرحلات لديها وامتلاك طائرات جديدة. لكن كيف يمكن الحصول على تذكرة رخيصة في زمن الغلاء؟ سألنا متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي ما أكثر ما يقلقك عندما تحجز في طيران اقتصادي؟ مشعل يقول التأخير أو عدم التعويض في حال ألغيت الرحلة. جمال يقول تعامل طاقم الضيافة في أحيان كثيرة يكون فيها عدم مبالاة وقلة احترام. وموفق شبقول تحول المضيفين لباعة متجولين على الطيارة يبيعون الشاي والقهوة. ليث أنت شنو أكثر شيء خوفك؟ أنا بخوفني أكثر شيء بالطيران، وهذا عشته بإسبانيا في جنوب إسبانيا. عادة لما تكون معك تيكت أونلاين ما بلزم تطبعيها، ولكن شركة الطيران بدون ما نذكر اسمها طلبوا منا أنتم مش طابعينها. قلت لهم لا، بعتهم ليه سيطبعون بالإيمان. هم هلأ بحكي لك ليش، لأنه آخر شيء قالوا لازم نطبع لك إياها مقابل 30 يورو بعده، بس خلصنا يعني وقت الطباعة. إيه بس هم برضو مكسب مادي. هلأ الورقة أكيد مش سعرها 30 يورو، ولكن هي طريقة للاحتيال وأخذ الفلوس. على كل حال ينضم إلينا الخبير الاقتصادي أحمد الخطيب من بيروت. صباح الخير. صباح الخير لكم. يعني هل برأيك أستاذ أحمد الرسوم الأخرى تزيد من الكلفة الإجمالية بشكل مبطن، يعني اختيار المقعد، الوجبات، الحقيبة وطبع التذاكر مثل ما حكينا قبل شوي؟ نعم بالتأكيد. يعني هاي بالسنوات الماضية، بالسنوات يعني العشر سنوات الأخيرة أو أكثر من ذلك بقليل، كانت شركات طيران دائما تبحث عن طريقة لزيادة دخلها بدون ما يكون سعر التذكرة الأساسي عم بيزيد بشكل كبير حتى ما يصير في نفور. فكان في هناك يعني ابتكارات كثيرة في موضوع إنه أحياناً اختيار المقعد، استخدام بعض المنافع، العفش الزائد أو العفش الأقل، فكله كان طبعاً بهدف زيادة الدخل بسبب الضغوط اللي كانت عم تواجهها شركات الطيران في سنوات خلينا نقول ما قبل جائحة كورونا، لأنه قطاع الطيران من بعد جائحة كورونا أصبح شيء مختلف تماماً، والأسعار ارتفعت حالياً بشكل كبير جداً بسبب زيادة الطلب على السفر بشكل يعني غير مسبوق. على كل حال أستاذ أحمد، انضمت إلينا الدكتورة رسل قبل قليل، وهي طبعاً يمكن تحكينا بهالموضوع. يمكن الابتسامة والأسنان الجذابة تساعد إنه تكون الأسعار أرخص. حسدتها على أسنانها اليوم الصبح. شو رأيك بالموضوع السفر والأسعار؟ شو يخيفك أكثر شيء لما تسافرين؟ بالضبط. صراحة أنا يعني من الناس اللي أسافر هواية وأحب السفر، بس تعرفين أقلق إنه على الشنط مالتي إنها تكون سيف، يعني ما يصير لي أي إشكاليات بيها، لأن ألاحظ ناس سافروا وضاعت الشنط مالتهم، خسروها، يقعدوا يدورون عليها. فبالتالي تختاري شركة طيران معينة كل مرة بتسافري حتى ما تفوتي بهالموضوع؟ صح دائما. طيب هنا خليني أرجع للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، إذا تنطينا نصائح شلون نقدر نحصل على أرخص تيكت ممكن؟ هل نحجز في أيام معينة؟ هل نذهب إلى ويب سايت معينة؟ هو عادة موضوع الحصول على أسعار أفضل، وخصوصا يعني الشركات العادية، الطيران العادية مش كتير تختلف أسعارها، بتختلف حسب الموسم، ولكن شركات الطيران الاقتصادي خلينا نقول اللي هي المفروض بتوفر أسعار أقل. الأساس هو أنه تحجز بوقت مبكر جدا، كل ما اقتربت من موعد السفر أعتقد هاي الحلول اللي بنشوفها أحيانا على السوشيال ميديا أحجز في يوم معين في ساعة معينة مش كتير فعالة فعليا. الأساس هو أنه تحجز بوقت معين، لأنه شركات الطيران حسب الطلب يعني بتكون طارحة مقاعد معينة بسعر قليل، بتكون مقاعد قليلة. نعم. ثم ترتفع الأسعار كل ما اقترب الوقت أكثر، فالوقت هو العامل الأساسي. نعم. الموضوع السعر. أستاذ أحمد، برأيك هل يمكن القول أن الرحلات بأسعار مخفضة أو لو كوست، أسعار طبعا مخفضة جدا، لم تعد موجودة اليوم؟ أعتقد أصبحت أصعب، لأنه يعني النماذج الاقتصادية اللي قامت عليها شركات الطيران الاقتصادي أو الأرخص كانت تقوم على فكرة أنه
الخدمات الإضافية هي أسعارها عالية، ونحن نركز فقط على خدمة النقل، يعني أنت لك مقعد من نقطة ألف إلى نقطة باء بسعر كذا. ولكن التضخم اللي صار وزيادة الأسعار وزيادة الطلب بشكل كبير، أصبحت شركات الطيران هاي الاقتصادية ما عم تقدر توفر نفس أسعار الوقود أيضاً. بالضبط، الوقود مهم جدا للوجهه الرايحه عليها الطياره او راجعه منها، لانه هذا طبعا كل ما ارتفعت اسعار الوقود كل ما ارتفعت اسعار التذاكر. نعم، طيب، وخصوصا لما انت تحول الوجهه شويه، يعني كل ساعه الطيران تضيف المزيد، مثلا اذا ما تريد تطير فوق اسرائيل او ما تريد تطير فوق روسيا، كل هذا يضيف الى سعر الرحله. بس ارجع الى دكتوره رسل، ما هي مخططاتك للسفر هذا الصيف؟ انطينا افكار. صراحة أنا يعني مع أنه الجو حار بس حابة أروح هم دولة يعني تكون شوية استوائية. قاعدة أفكر أروح على المالديف، جزيرة المالديف شوية يومين ويكند. ديري بالك بتكون هل ممكن يكون ماطر الطقس في المالديف في هذا الفترة؟ حلوة المالديف، رحت هناك، رحنا قبل هالمرة، حلوة كلها. والرائعة أنه ما تحتاج فيزا لكثير من الجنسيات، يعني نعم. أنا من الأشخاص اللي أدور على الديستنيشن اللي ما يرد لها فيزا. يعني أنت نعم. مسافرين مكان نعم. هذا الصيف؟ أنا مونتينيغرو إن شاء الله. نعم، بزنس كلاس على الطيران الاقتصادي. أوكي. على كل حال، قبل ما نروح على حديث السوشيال، رح نشكر الأستاذ الاقتصادي أحمد الخطيب من بيروت. شكرا لحضورك. شكرا دكتورة، تسلمين، وإن شاء الله رحلة موفقة. رحلة موفقة بون فواياج دكتورة، يعني إجازة سعيدة لكم، سعدت بتواجدي وياكم. شكرا جزيلا.